الشأن الاقتصادي المصري، والذي يعتبر الاقتصاد الوحيد في المنطقة الذي حقق معدلات نمو إيجابية في ظل هذه الأزمة. ويستدل على ذلك ما جاء مؤخرا في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي والذي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2020، والذي رفع في توقعات نمو الناتج المحلي You are still sleepy. من 2% إلى 3.5% لهذا العام، مما يجعل مصر من البلاد الاقتصاديات الوحيدة في الشرق. You sleep the whole day and you're sleepy again. You just woke up. Oh, she's a neighbor in the Philippines, friend. Sleepy Sia. She sleep. How long did you sleep, Sia? Like 10 hours, and you're asleep. It's really funny when you're sleepy. Look how you sit down. Sia. How is Captain? She sleep again. Sia, where is Captain? She look at you. Still sleeping. Okay, I leave you alone. Sleep. More. من أول يوم المقبل بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو المقدمين.